في 1879 اخترع توماس أديسون أول لمبة تشتغل بالكهرباء في التاريخ، بس كانت بتقعد 14 ساعة بس، يعني كانت بتقعد معاك ليلتين وتفصل، يعني قاعد بتتعشى كده لسه ما خلصتش عشاء هتلاقيها قفلت عليك. بعدها الموضوع اتطور وشركات كتير ابتدت في تصنيع اللمبة الكهربائية، وبقى في تنافس بينهم إن اللمبة تقعد أكتر. وبعد 40 سنة يعني في 1920 قدروا إن هم يخلوا اللمبة تقعد 2500 ساعة، وهنا بقى كانت بداية الأزمة. الشركات اللي كانت بتصنع اللمبات ابتدت تخسر كتير، لان المبيعات قلت النص عن السنة اللي قبلها، لان اللمبة بقت تعيش وقت اطول، فمعدل الشراء بتاعك قل، فالشركات ابتدت بقى تخسر فلوس كتير. بس في سنة 1924 حصل اجتماع سري في سويسرا بيجمع فيه عمالقة تصنيع اللمبات حوالين العالم، وصلوا لاتفاق ان محدش فيهم هيصنع لمبة تعيش اكتر من 1000 ساعة بس، يعني هتعيش مع المستهلك شهرين بالكتير، واي شركة هتعمل لمبة تقعد اكتر من كده هيتفرض عليه عقوبة كبيرة. لو عايز تتميز عن اي شركة تانية تميز باي حاجة غير عمر اللمبة. دي بقى من اكبر الخدع اللي حصلت في التاريخ، وهي انك تصنع حاجة عن عمد اقل واسوأ من الامكانيات اللي معاك عشان تحقق مبيعات اكتر. لو عايز بقى مثال اقوى شوية وحاضر معانا، تعال اكلمك عن شركة مصرية كلنا بنتعامل معاها، مش هقولك اسمها تجنبا للمشاكل، انت مع الكلام اللي هقوله هتعرفها لوحدك. من باقة سرعتها 2 ميجا لباقة بتوصل سرعتها ل 30 ميجا وبنفس السعر، والله يا بلاش. طب ازاي بقى؟ انا هقولك ازاي. تخيل كده انت دلوقتي بتاخد باقة سرعتها 2 ميجا وساعة التنزيل بتاعتها 100 جيجا، وكان الشهر بيخلص وانت لسه ما استهلكتش ال 100 جيجا كلهم، كانت باقة فيها البركة والله. بس ازاي الشركة دي تزود ارباحها؟ هقولك، هتدي لك باقة 10 اضعاف السرعة بس نفس ساعة التحميل اللي هي 100 جيجا وبنفس السعر، وبالتالي الفيديو اللي انت كنت بتتفرج عليه بجودة قليلة هيبقى بعد كده يفتح تلقائي بجودة HD، ولو كنت زمان بتحمل فيلم في 5 ساعات هيتحمل معاك بعد كده في اقل من نص ساعة، فانت دلوقتي هتنزل اكتر وتتفرج اكتر فالباقة تخلص اسرع. فهيكون قدامك حل من 3، يا هتجدد الباقة في نص الشهر، يا تعمل باقة اضافية، يا تزود الاشتراك الشهري. وايا كان الحل اللي هتعمله فكده كده الشركة مستفادة. طب هل انت دلوقتي استفدت حاجة من اللي حصل؟ طبعا استفدت، بس الشركة استفادت اضعاف الاضعاف. فبمنتهى البساطة مصلحتك مش هي المحرك الاساسي للشركات. خلصنا كده؟ لا، في خدعة كمان. في احساس وهم كده بيجيلك ان الحاجة اللي كانت معاك بقت قديمة خلاص وعايزة تتجدد وتتغير، وده يشمل 3 حاجات: العربيات والاجهزة بما فيهم الموبايلات، والفاشن اللي هي هدومك وشكلك. ممكن تشتري وتجدد في الحاجات دي لمجرد انك عايز تواكب الحدث حتى لو مش محتاج امكانياتها. تلاقي نفسك هتموت وتجيب موبايل موديل السنة بالرغم انه ما يفرقش كتير عن موبايلك، انت كمان مش بعيد تستلف او تروح تجيبه قسط. نفس الكلام برضو في العربيات، ده حتى كمان في اللبس هتلاقي الموضة بتاعت والدي ووالدتك زمان رجعت تاني دلوقتي، اصل الموضة ما فيهاش تجديد، بس هما لازم يحسسوك ان في حاجة جديدة بتنزل كل سنة، ولازم يحسسوك انك لو ما جبتهاش سوري يعني انت كده مش روش زينا ومش بتاع جديد. والاحساس ده بيوصل لك عن طريق الدعاية الضخمة والاعلانات اللي بيعملوها، انت ازاي لحد دلوقتي ما اشتريتش يا فقير، قوم يا ابني قسط كده ولا استلف، المهم انك تجيب موبايل جديد. وده الفخ اللي كلنا بنقع فيه، وعشان ما تقعش في الفخ ده لازم تسأل نفسك سؤال: هل انت فعلا محتاج الحاجة دي، ولا انت رايح تجيبها عشان بس خايف لتكون دقة قديمة وبس كده؟ كان معكم كامل اشرف، وما تنساش لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وتبعت الفيديو لاصحابك، وهستناكوا تكتبوا لي رايكم في كومنت، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.